حياكم الله من جديد. قد يعتقد البعض من الناس أن الإعاقة تتعارض مع الإبداع والموهبة، إلا أن الواقع يشير أن تدني القدرات في مجال واحد أو أكثر لا يعني بالضرورة انخفاض الأداء في بقية المجالات. اليوم معنا أحد الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي استطاع توظيف مواطن القوة والإبداع والموهبة لديه بشكل سليم وصحيح. معنا أحمد العلواني الرسام، حياك الله يا أحمد. الله يحييك. سعيدين بحضورك قبولك الدعوة. الله يعطيك العافية. الله يحييك. أحمد، نبغى ندردش بس بالبداية عن قصة الرسم، يعني ومتى بدت معك هالهواية، وش اللي خلينا نقول وش اللي غذاها عندك؟ بدأت هواية الرسم من طفولة. أمي كانت تجيب لي ألوان وأقلام الفحم وزي كذا، وبدأت أتعلم عليها حتى إني اكتشفت وين يعني موهبتي، فبدأت في أقلام الفحم وبدأت أرسم إلين وقفت في مرحلة المتوسطة. دخلت على علاجات وعملية في العمود الفقري. هذا عام كم يعني، كم كان عمرك وانت أول ما بديت على ما يقولون تبدأ الخط الرسم؟ من عمري 12 سنة تقريبا. من 12 سنة؟ أي. بديت من عمري 12 سنة. الإعاقة معك أحمد الإعاقة حديثة لسه؟ لا، من عمري سنة وستة شهور أصبت بكاس دهنية في الحبل الشوكي. ستة شهور؟ أي، اكتشفوها وعمري 14 سنة. بعد فترة طويلة. أي، بعد فترة طويلة اكتشفت أنه. فكان التأثير كله على العمود الفقري. ضغط على الحبل الشوكي، كان ضغط على الحبل الشوكي فسبب لي إعاقة أسفل يعني السفلي. أنت كانت هواية الرسم معك من من 12 سنة؟ أي، من الصغر، من 12 سنة تقريبا. أي. شاركت بمعارض، فعاليات؟ أي، شاركت في اليوم العالمي للدحشات الخاصة في 2016 بعدة لوح، وشاركت في يوم موهبة ببوابة القصار بجزيرة فرسان. إيه؟ في 2016 كمان. وكرمت بشعار موهبة. إيه؟ على المنطقة. هذه الرسمة لك أيضا أحمد صح؟ أي، رسمتها في. وش نوع الرسم أنت اللي تلجأ له تحديدا؟ هذه رسمة بألوان الأكريليك. إيه؟ وفي نوع معين من الرسم يستهويك؟ الفحم، هي الرسم بالفحم. الرسم بالفحم. أي. غالبا انت الرسم حقك موجه، انا اشوف غالبا خيول وكائنات حيه. أي. وفي عندك رسومات اخرى ايضا يعني تحاول ايصال رساله من خلالها. أي صح ولا لا؟ اي صح. لو ترون يا شباب الصوره بس اللي من البدايه، كانت مع الرسم اللي بالبدايه عشان يعلق عليها احمد في البدايه. بالبداية أيضا بهذه. هذه وش كانت وش كان المقصد منها يا أحمد؟ هذه رسم بالسكاكين بالوان الأكريليك. رسم. وش كانت يعني رسالة اللوحة ولا المعنى في بطن الشاعر؟ الرسم يعني كان عجبتني صورة وبدأت أرسم عليها بس بطريقتي، يعني بطريقة السكاكين. في عندك مثل خلينا نقول أو قدوة في الرسم أنت تشوف نفسك أو ترى نفسك أنك تبغى تكون يعني في يوم من الأيام هذا الرجل؟ إن شاء الله أستاذ محمد جوني هو اللي علمني في الرسم، وإن شاء الله أكون زيه بإذن الله. أستاذ محمد جوني. أي مدربي في الرسم اللوح اللي زي لوحة الخريف. مدربك وين؟ يعني علمني على الرسم. ايه؟ في مدينة سلطان. ايه؟ مدينة سلطان؟ اي، في القسم الترويحي. مدينة سلطان الخدمات الإنسانية. الخدمات الإنسانية. ايه؟ هذا في فترة التأهيل؟ فترة التأهيل. ايه؟ هو اللي اكتشف موهبتي في الألوان الأكريليك. هو اللوح هذه. طيب أحمد، أنا عرفت أنه أنت توقفت عن الرسم في فترة معينة. اي، وقفت لمدة سنتين من 2017 إلى. السبب؟ كانت علاج، كانت عمليات، وكنت في المستشفى يعني أكثر وقتي. ما وقفت يعني، كنت أقعد أرسم يعني في المستشفى، يعني أرسم وقت فراغي، يعني وقت ما أكون يعني ما في علاج أو ما في عمليات، يعني وقت راحتي أقعد أرسم. وش يمثل لك الرسم يا أحمد؟ يعني
وش الشعور اللي يتملكك لما ترسم؟ أرسم أغلب وقت أرسم اللي بداخلي يعني. يعني أرسم أحصنة، أنا أحب الأحصنة كثير. أرسم عيون، أرسم صقر، رسمت أرسم زي هذه الأشياء. ورسمت لوحة الساعة كانت تعبر أنه ليت الماضي يرجع وأقدر أعدل اللي صار. الرسم بالنسبة لك، يعني يقولون دائما الرسام يعني كل لوحة لها حالة وموقف رسالة، هل هالشيء يمثل لك يعني، أو هل بالفعل الرسم يمثل لك حالة تعكسها أنت من خلال اللوحة؟ على حسب اللوحة اللي أرسمها يعني. على حسب الرسمة بعض الأحيان يعني، بعض الأحيان أرسم لوحة تكون لها مغزى في الرسم يعني، فيها رسالة يعني. إيه، فيها رسالة بعض اللوحة يعني اللي أرسم، زي رسمة الصقر رسمتها قبل عمليتي، لأنه كان اللي راح يسوي العملية الدكتور خالد المسرع، وكنت واثق منه بعد الله سبحانه وتعالى انه ان العمليه كانت تنجح، لانه كانت عمليه مره صعبه كثير. فرسمت الصقر وهديته اياه. لكن هل لك طقوس معينه بالرسم يعني؟ اي، احب ارسم لحالي يعني. اي، في ناس يحب يعني ياخذ له منطقة الحالة خاصة، ما يقبل انه حتى احد يقرب. اي، احب انعزل. هل هذا الشيء بعد موجود عندك؟ اي، احب انعزل وارسم لحالي، ما احب احد يطالعني وانا ارسم وشي. ممكن تنقطع عن الرسم اذا دخل عليك احد او احد قاطعك؟ اي، يمكن اوقف يعني. اي، فيعني احب اقعد في مكان لحالي او في غرفتي اقعد ارسم، ما احب احد يشوفني وانا ارسم كذا. ليش؟ ما ادري يعني، بس انه احب اقعد يعني اكون مركز في رسمي يعني. يعني بعض الاحيان يجي واحد يدخل ويقعد يقول لك لا هنا غلط هنا صح، فارتبك وما ارسم زي الناس. وش دور عائلتك؟ عائلتك وش دورها في تغذية الرسم؟ قلت لي الوالدة الله يحفظها. اي، الوالدة يعني تدعمك في 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 هالشيء. في احد من العائلة ايضا يعني يشاركك هذه الهواية، يشاركك هذه الموهبة؟ أمي ترسم كمان. إيه؟ أمي رسامة يعني، هذه فطرة موهبة. إيه؟ وراثة. جميل. وراثة. إيه؟ طيب أنت الآن مستقر في الرياض. إيه؟ استكمال رحلة العلاج صحيح؟ إيه صحيح. هل الفترة هذه اللي تدخل فيها العلاج هل ترسم أيضا فيها خلال؟ إيه، أرسم بعض الأحيان، أخذ دورات يعني للرسم عن بعد وزي كذا يعني. أرسم في العلاج الترويحي زي الرسومات اللي فاتت، زي رسمة الخريف والغابة والبنت، هذه كلها رسمتها في المستشفى. كلها كانت في المستشفى أغلب وقتي يعني، ووقت ما أكون فاضي أرسم في الغرفة وقت تنويمي وزي كذا. أغلب وقتي أرسم يعني، غالب الوقت. أي، أحاول يعني أنمي الموهبة يعني وقت الفراغ. كم لوحة إلى الآن تمتلك أحمد من بداية الرسم؟ عندي رسومات كثير، أغلب لوحي في مدينة السلطان يعني، معلقة في الممرات. وأمتلك الحين تقريبا 3 لوحات يعني. عندي. لا، من بديت ترسم ولا ما عديتها؟ لا، من بديت ما أرسم ما عديتها. ما حسبتها؟ لا، ما حسبتها أبدا. في لوحة تشوف أنها مرة قريبة منك وصعب جدا تتخلى عنها؟ اي، الرسمة الكبيرة حقت البنت اللي قبل. أيه؟ شوي. ليش هذه؟ اي، هذه وش فيها؟ عجبتني يعني. أيه؟ حابه اكثر رسمة يعني. لو طلب منك احد انك تتخلى عنها او مثلا تبيع، أيه؟ ترى راح ترفض؟ اي، راح ارفض. ليش؟ ما ادري والله، بس اني حبيتها مره الرسمة. لا يعني، هل في رابط بينك وبين هاللوحة؟ اي، هذه رسمتها في 3، كانت في 2 يوم تقريبا. اي، كانت تحدي يعني اني ارسمها، كان اخر يوم في تنويم في المستشفى. فرسمتها تقريبا في 2 او 3 ايام كانت. فكانت بالنسبه لي تحدي، كانت اللوحه كبيره كمان، فتشوف انه هذه لوحه صعب جدا تتخلى عنها. اي، طيب انا بكمل معك يا احمد، بس اسمح لي نروح فاصل ونرجع. اي، فاصل وانا بقول معك. حياكم الله من جديد. أتحدث اليوم عن قصة إلهام
لأحمد العلواني وهو رسام، يتحدث اليوم عن شغفه وهوايته وحبه للرسم. أحمد، كنا نتكلم وش يمكن أقرب اللوحات اللي لك قبل الفاصل. أباخذك يمكن الجانب أعمق في قضية الرسم. هل يعني في برامج كثيرة اليوم طلعت فيما يتعلق بالرسم وطريقة الرسم وأدوات الرسم؟ أتكلم عن برامج إلكترونية. هل تفضل الرسم باليد ولا لا أنت أيضا تستخدم برامج الكمبيوتر؟ أي أرسم بالرسم الرقمي وأرسم باليد، بس أفضل اليد أكثر يعني. عندي أرسم بالرسم الرقمي اللي هو الأنمي أكثر أغلب وقتي يعني، وأغلب وقتي يعني أحب الرسم باليد يعني. الأنمي أنت ترسم فيه أيضا؟ أي أرسم في الأنمي. وصلت لدرجة محترف فيه؟ لسه إن شاء الله بإذن الله. ولا بداياتك في الموضوع؟ ما أقول محترف لكن بداية إن شاء الله بإذن الله. وكيف تلقى وقت أحمد؟ يعني متى تلقى وقت للرسم؟ أحب أنظم وقتي يعني. أنا دائما أخصص وقت معين للرسم. إي أخصص ساعة أو ساعتين في اليوم للرسم يعني. متى هم يعني أفضل وقت لك للرسم؟ في الصباح يكون حلو أرسم إني. أقعد أرسم في الصبح يكون أحلى. فدائما أخذ ساعتين من وقتي أقعد أرسم فيها الرسم وأتعلم وأشوف أشياء أكثر يعني أستفيد منها. احكي لي عن الأنمي، وش فكرته؟ وش فرقه عن الرسم الثاني؟ هل في بينهم اختلاف؟ إيه في بينهم اختلاف يعني. رسم الأنمي شخصيات يعني خيالية. والرسم الثاني يعني رسم الطبيعة، رسم الحيوانات مثل الحصان والصقر تختلف يعني. بس الرسم الثاني العادي أنت ترسم فكرة واحدة في لوحة وتترجمها، صحيح؟ اللي باليد. إيه باليد. لكن الأنمي أنت تقول لي إنها لا، شخصيات. أنت لازم تركب شخصيات وتخلق قصة. إيه أرسم شخصيات يعني. أرسم شخصيات موجودة في أفلام أنمي زي كذا يعني. تركب قصص على هالشخصيات ولا فقط رسم شخصيات؟ لسه فقط رسم شخصيات. لسه ما وصلت لدرجة إني أسوي أنمي بقصة كاملة يعني. ما عندك نية إنك تستثمر هالموهبة تحديدا في الأنمي، لأنه هذه موجة كبيرة جدا بادية بالعالم يعني. تظهر الفترة اللي راحت عن الأنمي. إن شاء الله بدي أنا توني بادي في رسم الرقمي، الرسم الأنمي. فلسه أطور مهارتي فيه، إن شاء الله بعدين أسوي قصص مصورة الأنمي وكذا. شوف لها قبول بالسعودية الأنمي؟ لها مستقبل يعني؟ إيه إن شاء الله المدى البعيد المستقبل مع رسامين الأنمي وكذا يكون إن شاء الله مستقبل حلو. في قبول من الناس عليها؟ إيه في، أتوقع كثير يعني المحبين الأنمي في قبول لها كثير. عاد يعني رسم الأنمي رسم شخصيات يعني، كل شخص يعني يحب يعني في رسم الأنمي على حسب. طيب اليوم أنت أحمد كشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة تمارس الرسم، الرسم التقليدي، وتمارس أيضا الرسم بالأنمي. تتحرك وتروح وتجي في كل مكان يعني، هذا شيء ممنعك، لكن وش التحديات اللي تواجهك؟ إيه أواجه صعوبة في الأماكن يعني، طلوع يعني بعض الأحيان ألاقي المكان ما في منزلق، فتجد بعض الأحيان تقول لصاحب المكان أو لصاحب العقار الشكل يعني ليه ما تسوي منزلق، يقول لك الشكل الجمالي يعني بيخرب الشكل. قد تواصلت أنت وأصحاب أماكن وقلت لهم يا جماعة ليش ما حطيتوا منزلق؟ وقالوا لك ردوا عليك الرد؟ إيه والله رد. هذا هنا في الرياض؟ إيه. يقول لك عشان الشكل الجمالي؟ إيه. طيب هذه لا يعني، هذه رسالة للهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يرون، أنت عارف أنه الآن في هيئة خاصة تتولى الدفاع عن حقوقكم، وهذا حق طبيعي لكم، وهناك توجيهات يعني صارمة بهالموضوع فيما يتعلق ب. رسالتك الأخيرة أحمد وش بتكون؟ الله يعطيك العافية. يعني
عن الرسم، عن الانمي، رسالتك لعائلتك، رسالتك للاشخاص اللي ساعدوك يمكن في رحله العلاج. اشكر امي اللي وقفت معي في فتره علاجي وفتره الرسم، واشكر الاستاذ محمد جوني الله يعطي العافيه، ما قصر معي كثير في الرسم، اكتشف لي موهبه جديده في رسم الوان الاكريليك. شكرا لك يا احمد. الله يسلمك. شكرا لك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. امين ان شاء الله. مقبل من الايام، ختام يا هلا، الى اللقاء.